نظام السويفت العالمي باختصار هو عصب حياة للمعاملات المالية العالمية. سرعة تطور العالم تطلبت إنشاء نظام في عام 1973 كبديل لجهاز التلكس، واللي كان يستخدم كوسيلة دولية أو محلية لتسهيل الأعمال وإتمام الصفقات. لكن لأن استخدامه كان معقد، جت الحاجة إلى ابتكار نظام مالي أكثر سلاسة وأسرع وعابر للحدود. فحل البديل نظام المصرفي العالمي للسويفت. هذا النظام يشرف عليه البنك الوطني البلجيكي بالتعاون مع البنوك المركزية والاحتياطي الفيدرالي، ويربط بين أكثر من 11 ألف بنك ومؤسسة في أكثر من 200 دولة. في بداية الأزمة الروسية الأوكرانية، دول الغرب لوحت بورقة السويفت كنوع من الضغط والتحذير لروسيا بأنها راح تعزلها في حال استمرت بالتصعيد بسبب تمسك روسيا بموقفها وردا على تصعيدها في الأزمة الأوكرانية. أخذ القرار بتجميد معاملات بعض البنوك والمؤسسات المالية الروسية وحظرها من استخدام السويفت، على أن يتم حظر المركز الروسي كخطوة قادمة في حال لم تتراجع روسيا عن موقفها. نعم، روسيا راح تتأثر بهذا الحظر، لكن صدى هذه العقوبة راح يرتد على دول أوروبا بقوة. كيف؟ روسيا تعتبر الشريك الخامس للاتحاد الأوروبي، وهي مصدر رئيسي للطاقة والغاز الطبيعي لأوروبا. المعادلة بسيطة وباختصار، لما نقول إن راح يتم حظر روسيا من نظام السويفت، يعني منع حصولها على معاملات أجنبية، وبالتالي عدم تصديرها لنفطها وغازها ومعادنها المهمة إلى الدول الأوروبية، والنتيجة انعكاسات سلبية على الاتحاد الروسي والأوروبي. ما كانت هذه أول مرة يهدد فيها الغرب روسيا بحظرها من نظام السويفت. في عام 2014 بعد دخولها شبه جزيرة القرم، كانت هناك تهديدات بعزلها عن هذا النظام، إلا أنها لم تطبق. لكن النتيجة كانت أن روسيا واجهت هذه التهديدات بشبكة إنترنت خاصة، وأنشأت نظام رديف للسويفت يعرف بـ SPFS، تم اعتماده في المركز الروسي في عام 2017 بديل للسويفت. أحد الحلول الأخرى قد يكون عن طريق العملات الرقمية. أيضاً ممكن أن روسيا تطور نظام مالي خاص بها مع الدول الحليفة كالشريك الصيني. ممكن إذا كان هناك موردين للطاقة جدد قادرين على تعويض غياب الغاز الروسي، وهو شيء صعب جداً. نعم، إيران وأثر هذه العزلة ما زال واضحاً على اقتصادها حتى اليوم.